شكرا سيد نائب سيدة النائبة على طرحكما لهذا السؤال. احنا في الحكومة قلنا على انه وغادي نجاوب بعد قليل على الأسئلة في مجال تشغيل المأجور. كاين كذلك العمل المقاولاتي. كاين واحد العدد البرامج كانت في السابق وكاين اليوم. وقررنا في الوزارة وفي الحكومة أننا نطلقوا برنامج جديد. سميناه أنا مقاول، الهدف ديالو هو 100,000 من المقاولين الصغار وحاملي المشاريع ولا سيما الذين يعملون في القطاع غير المهيكل. والذين يعملون بعدا، الذين يزاولون المهام ديالهم. درنا لهم لأول مرة 4 ديال الشيكات. أولا بالنسبة للمقاولين الذاتيين اللي ما عمر شي حكومة في شي عرض ديالها عطتهم شي مواكبة ولا شي تكوين بشكل مباشر. أول مرة غادي يحظوا بالحق والإمكانية ديال ولوج التكوين. والتكوين راه مهم بالنسبة للمقاولين الذاتيين، لأنه ما تعتبروش أنه تكوين في التدبير ولا في كيكون تكوين في المهنة ديالو، كيحتاج له باش يزيد يطورها باش يقدر يكون عنده واحد الكفاءة أكبر وهي مطلوبة كثير. ثانيا بالنسبة للمقاولين الآخرين، حتى هما درنا لهم شيكات ديال التكوين اللي كتكون في واحد المستوى اللي يقدر يكون هو أعلى وكيقدر يوصل حتى ل 10,000 درهم. ثالثا واحد العدد ديال المقاولات اللي بغات تخرج من القطاع غير المهيكل للقطاع المهيكل. احدى الامور الاساسيه اللي كتحتاجها هذه المقاولات هو المقر فين كيزاولوا هاد الناس العمل ديالهم. ولاول مره درنا واحد الشيك ديال الكراء اللي غادي يقدر يوصل ل 10,000 درهم في السنه، وهذا واحد المبلغ اللي يقدر يكون مهم في واحد العدد ديال المناطق بالنسبه لعشرات الالاف ديال المقاولات والمقاولين. وزدنا على هذا الشيء واحد المساهمه بالنسبه للناس اللي بغاو يدبروا المحاسبه ديالهم والماليه ديالهم باش كنقدروا نخلصوها. واكثر من هذا شفنا يعني كوننا 127 مستشار باش يوجه هاد الناس وباش يواكبهم. وبعد غدا الاربعاء ان شاء الله غادي نجمعوا 1000 ديال المقاولات اللي كتواكب هاد المقاولين الصغار باش نديروا نطلقوا طلب العروض باش يقدر هاد الشيء يخرج للوجود في الاسابيع القليله المقبله. والعمل الحكومه لن ينتهي عند هذا الامر، بل انه مباشره في هذا لو تريمستر الاول ان شاء الله ديال 2024 غادي يخرج المرسوم اللي تابع لميثاق الاستثمار الذي يهم يعني المساهمه الاستثماريه للدوله، وهذه مختلفه بالنسبه للمقاولات الصغرى والصغيره جدا باش نكملوا المنظومه ديالنا كامله بالعرض الخدمات اللي الحكومه بغات تعطيه للمقاولات والمقاولين بواحد الشكل اللي كيكرس واحد السياسه ديال القرب في اطار واحد المنظور شمولي. وشكرا. شكرا سيد الوزير. نمر الى تعقيبات.